احنا حبينا نذكروا المواطنين خاصة وانتم تعلمون ان معنا رانا في نهاية شهر رمضان وين الان تكثر الحركة خاصة في الاسواق وفي الاماكن العمومية وفي في مراكز البريد. نأمل ان شاء الله من خلال العملة التحسيسية المواطن كذلك يكون يعني يرافقنا. تشارك مصالح امن ولاية خنشلة ضمن القافلة التحسيسية والتوعوية للتحسيس من الوباء تحت شعار خطورة الفيروس لا يزال قائما، وذلك من تنظيم مديرية الشباب والرياضة بمشاركة العديد من القطاعات بالإضافة إلى الفاعلين في المجتمع المدني، أين يتم توزيع مطويات تحسيسية وقائية للحد من فيروس كورونا كوفيد 19، كما يتخلل العملية كذلك توزيع عدد معتبر من الكمامات الوقائية.